تفضل. صوت شويه برك تفضل. شكون هو محمد طاهر خليفه؟ شكون هو محمد طاهر خليفه؟ وش علاقته؟ نعم مجاز محمد طاهر خليفه وعلاقته بعقيده محمد شعبان. هذا يعتبر سؤال. تحكي لنا شكون مقدم خليفه محمد طاهر من مواليد 8 مارس سنة 1939 بمدينة بسكرة. تلقيت الدراسة تاعي الأولى في مدرسة التربية والتعليم، بعدها في الفرنسوية في سي او جي اللي كان مدير عليها مسيو كربيشيا، والتحقت بالثورة العام اللي كنت باش نحط في الشهادة الآلية في البروفي في يوم 17 أكتوبر 1956. فعلاقتي بسي محمد شعباني تعرفت على الشخص هذا في نفس الشهر اللي جندت فيه، أي في شهر أكتوبر سنة 1956 بجبل المحارقة قرب مدينة بوسعادة، حين كان آنذاك في المكتب نتاع الولايه مع العقيد سي الحواس، وهذا قبل ما يكون سي الحواس عقيد، لان في ذاك الوقت النظام مازال ما التحقش بالمنطقه هذه، كانت تعتبر منطقه الصحراء وبس، وكان في ذاك الوقت مازال ما لحقناش نظام جبهه التحرير الوطني، كنا تحت لواء جيش التحرير الوطني الجزائري. الوقت هذاك كان سي محمد شعباني رحمه الله، كان سي عبد الرحمن عبداوي، كان سي عربي بعرير، وكان الصوري الجيلاني، هذو هم الجماعه اللي كانوا في المكتب تاع الولايه. تفضل. أمي محمد كما قلت بما انك كنت مجاهد في الولايه السابقه، لان بعد ما اصبحت الولايه السابقه كنت مقرب من العقيد شعباني. كنت حكي لنا على المسار الثوري تاعو، كيفاش بدا المسار الثوري تاعو، اهم العمليات اللي قام بها حتى نوصل رتبة عقيد. سي محمد شعباني اذا كانت الذاكره نتاعي ما خانتنيش، هو كان جند في شهر ماي سنه 1956، حسب ما حكى لنا هو كان طالب ذاك الوقت في قسنطينة، وجاء في عطله صيفيه اتصل لنا واتصلوا به المنظومة الثورية في جهة بسكرة، من جملتهم خبزي، مش عارف إذا كان على قيد الحياة وإلا تشهد. فذاك الوقت سي محمد شعباني بدا ينشط في قرية تومعش، فقرروا أنهم يهاجموا في ذاك الوقت الورشة تاع سوباك اللي كانت تخدم الطريق، تعبت الطريق بين مدينه بسكرة وتبورت. وعلاش قصدوا الورشه هذه؟ لان الورشه هذه كانوا فيها بعض من الناس كانوا رافدين سلاح، وكانوا اظن باش يحموا انفسهم والا باش يردوا فيما اذا المجاهدين عملوا عليهم هجومات. فوجود السلاح في المكان هذاك هو اللي زاد الرغبة نتاع الهجوم على المكان هذا. فسي محمد شعباني قاد الهجوم هذا ومع سي محمد خبزي وجماعة معاه، وتولوا استولوا على السلاح هذا وردوا على الجماعة اللي كانوا، لأن ما كانش سهل لما دخلوا المرشة هذه ضربوهم جماعة هذا بالسلاح، ولكن سي محمد شعباني والجماعة تاعهم انتصروا عليهم وردوهم، اللي قتلوه قتلوه، ومن بعد هزوا الأسلحة هذيك والتحقوا في الثورة. فنرجع للسؤال نتاعك، علاقتي بسي محمد شعباني، وقلت لك تعرفت على سي محمد شعباني في شهر أكتوبر 56، ومن ذاك الوقت حتى إلى الاستشهاد نتاعو وحنا تقريبا ما خديناش بعضنا خلاص. أولا قربنا السن، ثاني قربنا وجه النظر، لان كنا نفكروا نفس التفكير، وكنا سي محمد شعباني بعد مده وهو في المكتب نتاع الولايه السادسه حتى الى الاجتماع نتاع كسوم
في سنة 57 في أوائل 57. فالاجتماع نتاعك شنو هذا اللي كان يرقصوا في الحواس؟ كان اجتماع مصيري بالنسبة للولاية السادة، لأن في الطرف هذاك كان الخاين بالوليس بإعانة الجيش الفرنساوي هجم على الولاية السادة وضر الولاية السادة كثير وادانا خسائر كبيرة. فقرر السي الحواس باش يكون ناحية عسكرية خاصة لمواجهة الخونات من الوليس، واختار سي محمد شعباني على رأس الناحية هذه العسكرية. فكنا في حوالي أظن 200 جندي، انطلقنا من تعينت أنا مع سي محمد شعباني. ذاك الوقت أنا أظن كان الرتبة تاعي عريف أول، عريف أول ولا مساعد، مانيش متذكر بالضبط. العاطي؟ ها؟ والعاطي ذاك الوقت؟ ذاك الوقت كان ملازم، ملازم ثاني. كان ملازم ثاني، وكان معنا رمضان حسوني رحمه الله، كان ملازم أول، وأظن مخلوق قسيم كان حتى هو ملازم أول عسكري، والباقي ما نتذكرش هذه مدة طويلة. فانطلقت الناحية هذه لمواجهة الخونات تاع الوليس. كانوا يقولوا، من جبلتها نكتة، يقولوا على الناحية الرابعة هذه، قالوا إذا لقيتوا عريان ويمشي بالحفاف قش وقطع وهذا خماسي ألمان، كي يقولوا خماسي ألمان معناتها بندقية ممتازة، أعرفوا من الناحية الرابعة. وإذا لقيتوا لابس لبسة مليحة وصفات جديد وهذا بندق قصير، بندق قصير، أعرفوا من الناحية أخرى. المقر تاعها وين؟ المقر نتاع الناحية الرابعة الناحية الرابعة ذاك الوقت الشيء اللي عينه لها سي الحواس هو كل مكان موجود فيه بالونيس والجماعة تاعو هي الناحية الرابعة. ونتذكر من جملة الأوامر اللي اداها سي الحواس في ذاك الظرف يمنع على الناحية الرابعة باش تتمول من الغذاء ولا من سلاح من ناحية أخرى. لما درنا الاجتماع وانطلق قال هاي الناحية قدامكم فيها فرنسا وفيها بالونيس عيشوا منها، وأعطى أوامر للنواحي الأخرى قالوا لهم لو كان يموتوا بالشر جماعة الناحية الرابعة ما تعطوهمش. وهنا امتاز سي محمد شعباني بالذكاء تاعو وبالحنكة تاعو لاحتلال الناحية هذه وطرد جماعة بالونيس. والمراكز الرسمة اللي كانت معقل الناحية الرابعة هي كان جبل الميمونة، جبل النسنيسة، جبل بوكحيل، جبل ثامر، والجبال هذه اللي كان يتغول فيها بالوليس.